مولاي الهلالي. عندي بنيته كتقرا في مدرسه خاصه هنايا في مدينه طنجه. يعني المشكل اللي عندنا حنايا هنايا مع واحد المدرسه خاصه، مع هذه المدرسه، هي انها يعني طلب لنا واحد نأدي واحد الثمن، يعني بالنسبه لنا حنايا كنشوفوه فيه نوع من الاجحاف. علاش؟ لان هذه الطريقه مني بدات الدراسه عن بعد، المشكل ديالنا بدا مني بدات الدراسه عن بعد، الدراسه عن ما بداتش بواحد الطريقه يعني اوتوماتيكيا، يعني بدات اصلا ما عملت لا بلاغ لا يعني كاين بعض المدارس اللي كنعرفوهم، يعني من النهار اللي سمعوا بان كاين هذاك ديك الساعات عملوا واحد البيان بان شنو غنعملوا واش غنعملوا. حنا حتى ضغطنا عاد وقعت واحد تسرب تحرك بالنسبه ليا، فعلا ضغطنا عملت واحد منصات ميته، منصه يعني داخليه سبيسي باش كتحط فيها الدروس. المشكل اللي تبين بان هذيك الدروس اللي كتحط يعني خصنا لي بارون هما اللي كيتكلفوا بهم يشرحوهم، كيتحولوا الاساتذه بين عشيه وضحاها، ما الناس ما عندهم لا سكوين لا والو. يعني بغيت كاين اللي سمح في خدمته، كاين اللي انه جاب اللي يعاونوا وخلصوا الطريق هذا، وخصك تشري لامبريمون، تشري البي سي، تشري بزاف ديال المسائل باش انك الوراق. هذا الشيء هذا كله نورمالمون يعني مخلص عليه المؤسسه في العقد اللي بيناتنا في الاول. فعلا كاين هنا جات هذه الجائحه يعني بشكل غير منتظر. اذا حنا شنو كنقول؟ القوه القاهره علينا وعليهم، المدرسه عليها قوه القاهره، حتى حنا علينا القوه القاهره. اذا لنا هذا العقد هذا خصو يتعاد النظر فيه من ناحيه الشروط ديالو، وهاد الشروط هذه حنا اللي كنشوف هو بالنسبه للاداء بالضبط ولا كاليتي. لا كاليتي راه ضروري خصها تعاود في بدايه السنه، ولكن من ناحيه ديال الاداء ما يمكنش يطلب منا نخلصوا 100%. فعلا يعني عملت بعد اخذ وعطاء وديك الشيء ومجموعه ديال المشاحنات، مجموعه ديال الهضره، وكانت داخله معنا الاساتذه ديال يعني بعض ماشي الاساتذه اسمح لي داخله معنا واحد الاداريين ديالها في المجموعه ديال الواتساب ديال لي بارون، كيهضروا على انهم دي بارون وكيقولوا بان لا ما خصناش نعملوا الدراسه التفاعليه، بارك علينا دي فيديو، بارك عندي واتساب، بارك علينا الوريقه هذيك تسجيل الدروس. ما هادشي كامل يعني استغلبنا عليه واستطعنا ان نوصلوا باش يعملوا الدور ديال التفاعليه عبر تطبيق زوم، ولكن عملوه بحال عاود بحال اللي كيقطر مره ساعه في السيمانه، ساعه في النهار، من بعد دازوا يعني ثلاث ساعات في النهار في اخر مطاف، يعني واحد تقريبا واحد الشهر هذا يعني باش ولا شهر ونص، يعني داك الشيء كتدريجي ما جاش هذا. ومع بالمشاكل ديالو بالتقطيعات في الاول كان ما كانش عندهم شاري لا ليسونس، كان عندهم غير 45 40 دقيقه كيتقطع، عاود التلاميذ كيوقعوا مشاكل، ها هما مشكل ديال الاي دي، مشكل ديال لو مود باس، يعني مجموعه ديال المشاكل. ما خصش نقول لك لي جروب كيكونوا كيغليو غير بهذا، غير هادو مساكن لي بارون كيتخبطوا. ومنين تجي في الاخر تقول لي تضغط على مكتب الجمعيه ما بغاش يتنازل له، واخا عملوا الحوار عملوا شي جوج اجتماعات ومع ذلك والو ما بغاش يتنازل، مشى السيد مكتب الجمعيه حتى هو مشى لعند يعني النيابه المديريه، ومع ذلك ما باقي ما كاين والو لحد الان. دونك حنا كننتظروا الحوار شنو غيكون، ولكن هنا المدير المالك يقول بان لا تنازل 30% الماكسيموم اللي يقدر ينقص هو 30%. حنا كنرجعوا كنقولوا هل يعقل ان الوليد في لابسيت سيكسيون عنده 3 سنين 4 سنين كتصيفطوا للمدرسه باش انه يلعب يعني يتعلم التفاعل مع الوليدات، تجي تجلسوا في الدار وصيفط له شي وريقات ولا شي دروس رقميه بسيطه وتقول لي بارون جلسوا معاه وقريوه وعملوا له وتطلب مني نخلص لك 70% منه ولا 100%؟ لا يعقل، هذا خصو يتعفى كامل. وبالنسبه لكروند ولا كروند ولا زعما حتى هي تقريبا قلنا نعطيهم 70%، يعني 70% ديال الطالب من 70% حنا كنقولوا نخلصوا غير 30% بالنسبه للماترني كامله من غير لاتي سيكسيون. وبالنسبه يعني التحضير الفوق حتى البكالوريا انا خصنا نخلصوا 50% كحد، يعني نورمالمون يعني لا ضر ولا ضرار، لان هذا فيه نوع من التضامن مع المؤسسه باش نخلصوا الاساتذه اللي هما بذلوا المجهود ديالهم وباش نخلصوا الموظفين ديالها. هذا فيه 50% راه فيها لارج موستيفيز باش نتخلص هذيك التكاليف، لان هذا نوع من التضامن من الاباء. هي شنو باغا تحول المساله؟ يعني يعني احنا المبدا اللي كنهضروا عليه الخدمه مقابل الخلاص مقابل الخدمه، ما بغاتش هي الشيء، بغات انا تخلي لي بارون يسعاوها ويقولوا بان حنايا هي غتعمل فينا خير وغتفاوض مع وغتخلصنا تضامنا. لا احنا احنا اللي كنتضامنوا معاهم، احنا اللي كنقولوا احنا غنخلصوا اكثر من اللي يستحق هذه القرايه اللي قريتونا. دونك يعني الحوار دابا لحد الان مسدود، يعني بعد ما انتهى يعني الاخوه ديال مكتب الجمعيه بدوا المجهود ديالهم ما استطاعوش انهم يوصلوا، وباقي كيحاولوا، ولكن هما يعني اخر ما كاين هما كيقولوا يعني صافي ما يعني رئيس المالي ديالهم ولا المدير المالي كيقول صافي ما كاينش، بغيتوا تمشيو النيابه مشيو هنا احنا ما غاديش نقصوا. المديريه بالنسبه لنا حنايا بتجربه مجموعه المدارس اللي هضرت معاهم، السيد رئيس الجمعيه دار واحد اللقاء الاول كان طلبوا منه يعطي السيروره ديال الحوار، راه صيفط لهم السيروره ديال الحوار اللي مع المؤسسه، ولكن الذي يلوح في الافق بحال مجموعه المدارس ان المندوبيه ما الناس ما كي هاد المدارس هادو كبارين ما كيعتبروش حتى ما ياخذوش بعين الاعتبار حتى بالمندوبيه، يعني واخا هكذا كان كيقول لك انا هذا الشيء اللي نقدر نعطي، انت خصك تنزل بحال هما واحد الغول كبير، ولي باغون هما اللي خصهم يخافوا وينزلوا صافي ما بغاتش المدرسه، حنا اللي نزلوا باش نطلعوا عندهم، لا هما يبقاو بلاصتهم.
هذا هو المشكل اللي كاين، يعني من خص التدخل يكون على حنا كنهيبوا بالجهات الرسميه يعني وسقطوا على الصعيد الوطني، يعني بالنسبه للحكومه وزاره التعليم والوزاره اللي متدخله وزاره الماليه وزاره الداخليه كل شيء دام الجهود باش هذا المشكل يتحل. خصنا حنا ماشي في صالحنا ان الدوله عملت مجهود كبير باش انها يعني المواطن البسيط عاوناتو يعني وهذه الفئه وخلت كل شيء على خاطره وخلت الناس يعني كيلتزموا بالحجر الصحي وتعاملنا مع الجائحه بما يلزم من حنكه ومن هذا واستطعنا نميتريزيو الا هذا المشكل ديال المدارس الخصوصيه والاولياء حتى شي واحد ما يعني باقي الناس متغولين. اللي كنتمنى انا من كان قلبي ان الجهات المعنيه العليا تدخل وشوفوا لنا الحل، لان احنا تضررنا بزاف يعني من جميع النواحي، ويعني باش نلقاو شي حل باش الوليدات ديالنا نفسانيا يرتاحوا، راه خصوصا هاد راه كاين منهم اللي داخلين على امتحانات هذا وكاين اللي باقي في سبتمبر ما خصهاش نبداو سنه دراسيه ثانيه وحنا باقيين يعني في الازمه. ما كرهناش زعما فهمتي يعني الجهات الرسميه العليا اللي في يديهم القرار اللي خصهم يفرضوا واحد النوع من الحل الوسط اللي كيرضي الجميع. وشكرا.